وين بدنا نعلق اليافطة؟ على الكروسة أو على شبوق الشير؟ علقها ببطنة الساحة أو على خروبة العين. مين ما مرق يشوفها ومين ما طرد غصب عنه بيمرق تحت منها. وشو مكتوب عليها كعوائل؟ عيلتنا طيعة طيعة بترحب ابو بيعة. شو ما كتبت كتوب؟ عيلتنا مع رسول ابراهيم باشا ولي مصر ابو بيعة وبتبايعوا الزعامة. كتوب بعدها يا عوائل. عائلة الدمرج بترحب بقدوم المندوب المفخم ابو بيعة للمشاركة بحل وفتن البلاد ومحاربة الاجانب. شو بدك فيه؟ هيدا كلامين كتيب؟ ما ابو بيعة اجنبي، بدك القعدة يقولوا هني ضد الأجانب وبيرحبوا بأجنبي. لك يا عمي ما كلنا إخوة، أش عرفك أجنبي؟ لو ما يكون أجنبي ما كان اسمه رسول إبراهيم باشا، وإبراهيم باشا ولي مصر. يا جماعة يا جماعة رح يوصل الوفد، هلأ ما منعود نلحق نزين. قالوا لي صاروا عكوع الفشخة. إيه تروح كلف الشاعر بودالحة ينظم لي شي صرختين قويها يناسبوا الملقة. مندوب سيدنا إبراهيم باشا جاي. اعتزي يا هجبال ونسم يا صنوبر الحراش. ايش بعد ما خلصت الزينة؟ اهلا وسهلا بمأمور عيلتنا بالسلطة شمار. شو اخبار السلطة؟ زينتكن اللي بتصنع الاخبار. زينتنا بتصنع الاخبار؟ ولك معلوم بقدر ما تكون الزينة والتكريم متعوب عليهم بقدر ما تكون حلول المجتمعين فعالة. شوف أحضرة مأمورنا، نحن عم نزين الحليف عائلتنا مندوب إبراهيم باشا والوحده وبس. مفروض تزينوا لكل المندوبين. قداش حلو يزين المندوب ولي عكا وولي عكا بيمون عائلة بفرقد. وإذا بيمون؟ كيف وإذا بيمون؟ ما البلاد مقسومة على قسمين، وعائلتنا متحاربة مع عائلة بفرقد بدعم من ولي مصر، وعائلة بفرقد عم تحاربنا بدعم من ولي عكا. لك عمي هلأ المندوبين مجتمعين عند سيدنا المير لأجل الوفاق. وفاق بمطلبنا شمار؟ وعأنت تهاون بالمسألة كمان. انت موظف بالقصر باسم عائلتنا. لك يا عمي طالما انتو مش قادرين تمونوا على بعضكن ببلادكن، حب المير يستدعي من كل الدول اللي بتمون عليكن من بلادها لبلادكن حتى هن يمونوا بما لهم من مون عليكن وبما لمصالحهم من مون عندكن حتى يمونونا تعايش. ايش التعايش؟ مثل الحمص والعديس. وكيف لكن مثل ما بناكل القور ما الدسمي لازم ناكل التعايش. هيك لكن. ومش بس ناكله، ناكلوا ونهضموا. قديش حلوة بكرة يوردولنا التعايش من السهول. ما هيك اللي صاير. اصطفلوا يوه. يا عمي شمار موظف سلطة وغميق بالسياسة، لعنا غلي تكفي بطولنا ولعنا تعايش يكفي عقولنا. ايه ومثل ما منستورد الحب الكنز من الدول المجاورة لازم نستورد حب التعايش منها كمان. عم نستورد اكتر من الحب والحب، عم نستورد البغض كمان. كيف كيف؟ اذا ما كان لقتين البغض شو بده يكون داخلك؟ قولون فرجت يوه. باجتماع البلدان ببلادنا رح يتصالحوا المتقاتلين ببلادنا مع حالهم. مهما صار ومهما جرى نحن مع حليف عائلتنا مندوب ولي مصر وبس. ببيع علوا الزينة. علوا الزينة عن أمر سيدنا المير وارفعوا الرايات للمندوبين. عز بعد فاقة والقضية وصلت لاستحقاقة. ملبوس العافية مولانا. سترة كركس مور للاستقبالات الرسمية. دخلك مش شايفها ضيقة علي شوي؟ معلش يا سيدنا الله وسع عليك. ما هو مضيقة علي. مولانا اجتماعات المندوبين بتوسعها وبتحلها، استبشر خير. خير عليك تحية فوق تحية يا صاحب الدولة العلية. شو وصلوا؟ بعد إنما وصلتنا معلومات عن شخصية كل مناوب بتفيدنا حتى اللي نعرف كيف طبعه وكيف بدنا ندير سياستنا معه. إيه منيح منيح.
رالي لشوف بالأول عن مندوب ويلي مصر. إيه مندوب ويلي مصر سيدنا اسمه أبو بيعة. أبو بيعة؟ نعم. تفضل. مدري بيعنا مدري شيرينا. شكله بدل على أنه كتير لطيف، له رأس على جسد قيل عنه بأنه قبو ومستودع ذكاء، عشير الكبار سمير الأدباء، جسر جسور وعلى بني قومه غيور. لو تشوف شو غيور علينا إذا حبينا غيره. رسول ويلي عكا زرزبين باشا. بس ما يزرزب علينا خيرين. طبعه أصيل احترامه جليل سليل بيت الأفاضل مجامل مفاصل. لك شو بده يفاصل لا يفاصل بلاد بالمزاد. بعدين سيدنا رسول يوسف باشا زمول. شو فاتورته؟ طبعه بميل للمؤنث بكل شيء، لا يأكل إلا اللبنة ولا يشرب إلا من الجرة ولا يستخدم إلا الدبة الأنثى. والبلاد كلها مولانا صارت جاهزة لاستقبال المندوبين، والزيني صارت مفرفحة الطرقات، والناس مستبشرين خير مولانا تنحل المشاكل على إيدين رسل هالدول المنشاف. من كتر ما هالدول المنشاف في شوفتنا خايف لا تشوفنا النجوم بعز الظهر. بدها تهدى الأحوال ما بدها تهدى الأحوال، بدها تهدى الأحوال ما بدها تهدى الأحوال، عسكر بنت توينسي بدها تهدى الأحوال. مرحبا زليطان. أهلا وسهلا بجناب مقبورنا في تفار، لو عرفت بقدومك كنت اشتغلت بالصياغة بدل السرامي. ممنونك، وجودك بهالمكان الحساس بالمدينة مشوه لجمال المدينة. بس أنا نصلح بوطات ناس المدينة. البوطات مضرة بجمال المدينة. إيه روس الناس صايرة مضرة أكتر بالمدينة. لك لك على الحق شو يعني؟ يعني هدمة المدينة. لك يا زليطان، المدينة عمالة تتزين بمناسبة جية رسل وأعضاء لبلاد الشقيقة، وكل اللي بتخشي بيت بدها تنزيل. إيه بكرة بستأجر شي سرايا وبفتح فيه كندرجية. الحقيقة نقطة مهمة، يعني يمكن هالحالة تكون بحاجة لسكافي مثلك، بس الأوامر أوامر. ها أوامركم عسكاف مثلي؟ الأوامر إنك تسكر التخشيبة قصة دغري. تخشيبة بدها تسكر بمناسبة قدوم أعضاء ورسل الوفاق. أو الوفاق بيبتدي بهالتخشيبة؟ شو ابتدى من قبل بكتير، من أول مسار الوفاق كلمة عشفيف انهدت البليد بكامله. إيه الوفاق بيجوز فندان هولندي من بقرة بلدية، بيجوز شاب طفران من أرملة غنية، بعمل شراكي بين اثنين بس بهد تخشيبة. شو انت ندب عليك سكوت؟ اسكت. ايه نقطة مهمة انها تنهد التخشيبة. اذا هيك معك حق، وداعا يا ايها المطرح، وداعا يا لقمة الخبز. لا 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 حبينا اقولك يا زليطان، عندي اول ما حكيت هذي اللي بكيتني يعني، بس الاوامر اوامر. بس كيف بكون تهدوا هالمطرح؟ بالنسف؟ نسف؟ لا يمكن أكثر، يعني أنا بنصحك إنك تضب أغراضيك إيه؟ وتتحش لك بني سنينك شقفة من هالجلدة أحسن يهروا سنينك على صوت الانفجار. وفتح للديار المصرية الرسول أبو بيعة. صحيح صحيح أبو بيعة. كده وكده يا أبو بيعة، كده وكده يا أبو بيعة.
شكرا شكرا على الحفاوة دي. دي 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 اتلت طلقات شفاهيات احتفاء بقدومك. الكلام بسرك، السلطة مقطوعة من الزخيرة. لا كده وكده وكده يا ابو بيع ابي هي كده وكده هون عليك. للحقيقة انا سعيد جدا جدا لاختيار ابراهيم باشا ليا عشان المساهمة في وفاء شعبكم. الله يحفظكم الله يحفظكم ورد عنكم السخوني يا رب. وصول من عك المصائب عكا والي عكا. يا صحايف صحايف والي عكا يا ميت هلا بزورنا خلوا على ديارنا يا ميت هلا يا ميت هلا خلوا حبايب قلبنا. نتمنى ويملأنا الاغتباط والانبهار لهذا الاستقبال الحار. وارمي زمر شرف 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 زرزبان باشا شرف الحد ابو بيعة. كيفك يا ابا بيعة؟ والله غالي يا زرزبان بيه غالي قوي. اهلا وسهلا. وصول رسول يوسف باشا زمول باشا. وارمي زمر الزمول. مرحبا اخوان طريق. اهلا وسهلا بزمول الاباريق. زمول اباريق؟ ايه ما نحن البريق وحضرتك الزمولي يا زمول باشا. فهمت على عيني. بلادنا صايره مثل بريق جواته مي معوكره، وصادتك الزمولي اللي بتفضيه من هالمي الفاسده. وصادتي يا امير بتمناها تكون اكتر من زمولة بريق، وصادتي رح تكون مي مقطره. ورمي موسيقى الزمول باشا. شكرا يا اخوان شكرا زجيلا. شرف شرف زمول باشا شرف. يا اهلا وسهلا ابو بيعة شرف. اهلا وسهلا. وهلا قبل ما نجتمع اجتماعنا الخطير للبحث بالحلول رح يكون اجتماعنا حول خروف محمر بالجوز واللوز ونبيد كروم وادي زحلي المعدة. يا حلاوة النبيذ تبقى الحلول وياه. زحلي زحل لما فيه خير هذا الشعب وحدة أراضيه وإعادة لحم الفريقين المنقسمين وجعله الجوز واحد. ايه ولوز فاخر وكده. زليتون عندك شي كونترا بدك تشكشكيلها الماز؟ يخرب بيتك على الشوفي وجهك وجه الماز. كبشول كبي لي بطن مثل بطني افضل من الماز عوش مثل وشك. عم تتغزل بوجهك يا زليتون؟ يا سلام شو هالوش المشلبن. استحي كنت ارجي وبتتغزل بالوجه؟ ايه ما بيسوى. لا ما بيسوى، على القليلة لازم تكون شي صايغ. اهديها هالمرة بشي كبشول كبي. كوي عالباب. ايه يلا حكوي. لو مرق شي شب من حد بيتكن هلأ وشم ريحة هالكبة كان راح جاب أهله وإجا يتجوز. تفضل صحتين. تفضل كوب. ايه بشكك عالرغيف. أنا اللي بدي أشكرك وفرت علي صحن. إذا عندك كندرة بدك تسويها ما توفريني. كندرتي بعد ما تخربت ولا مرة. ايه مفروض تعيدي صياغتها من جديد. كيف؟ حسب مواصفات الوفاء الجديدة. شو عم تحكي كزيتون؟ ايه الجايين رسل الولايات يعملوا وفاء. طلع الوفاء تخشيبة كندرجة. طلعوا لك تخشيبتك من الساحة؟ ايه حتى يستقبلوا الوفود وتخشيبتي بتشوه منظر البلاد. ايه معهم حق. ليش انا شو قلت؟
لازم يهدموها، لانه عيون المندوبين اللي جايين لازم تتمتع. وانت دكانتك كشني وشغلتك كشني وشكلك كشن ومواطن كشين، وليش ما هدوا عمري مثل ما هدوا تخشيبتي؟ يا زليتون انت فيك فيهم يخبوك، بس التخشيبه ما فيهم يخبوها. يعني بدك تقولي مواطن مخبى ورا الستار؟ كتار اللي مثلك منسيين ورا الستار. ايه صحيح، ما عدت املك غير هالسندين وغير علبه هالكندرجيه، انما هالسندين معمل حرير، وهالعلبه مثل خزينه الديوان. مين اللي هدلك تخشيبتك؟ المأمور فوتيفار. بس وينك، يمكن بعد ما هدها سكرها وخبيها بستار ديما لعيون المندوبين. المأمور فوتيفار؟ أنا المأمور فوتيفار. طليتك مثل ذكر الفار. ولك يسعد لي هالنهار. طل فوت عالدار مثل النار. أهلا أهلا بالمأمور فوتيفار، تفضل يا أهلا. سموك زليطون؟ شو عم يعمل الكندرج زليطون عندك هون؟ ناطر الرزقة بعد ما سكرت له تخشيبته. رزقة؟ ناطر رزقته عندك؟ قال من كتر ما بيروحوا المقامير وبيجوا لعندي عم يصرفوا نعل. ايه نقطة مهمة، بس نعل المقامير على حساب السلطة. هالسلطة شو عم تصرف نعل؟ ويا ريتا قادرة تمشي على كل الدروب. لا يا مهجي ما إلكش حق، هلا المندوبين مجتمعين تيخلوها تمشي. بس اوعي يخلوها تتفركش. لا مش هيك، هني بدهم يعلموها المشي. دادي أبا أبا. لا يا مهجي مش هيك. كيف لكين؟ لكل طريق نشيد. ايه؟ ولكل آدومية شاعر. ولكل زاروبي شعار، ونيال اللي قادر يحفظ أشعار ويمشي. مأمور عم تحكي هالحكي؟ من 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 بهالظروف ما عادش مأمور. مأمور من ميت زل وزل. صلي حستيكو ترقي عمدسك، ترقي حالات البوطات المستعصية. صباحكم بالخير عن أمر المير. عشمار. شو جاي تعمل هون عند مهجي؟ أنا جاي أتبنج. تتبنج؟ أنا لما بشوف مهجي هيك بتبنج عن مشاكل السياسة. لك هلأ تارك سياسة المير وجاي على سياسة الغرام؟ مع أن السياسي بدمي. وأنا بتصير السياسي بعيوني لما بشوف مهجي. شو بكم فاتحين فرامين على الشباك؟ ايه نقطة مهمة. ولك يا شمار الحكي بالسياسي مضر عن الشبابيك. قولي عن الباب يا شمار. ستيكو ستيكو. كيفك؟ كيف حال من شافك؟ اشتقنا لك كتير كتير، وقلبنا دايب على الفراق. ويأميجي ما نحن جايين نخبرك عن احوال البلاد. لما المير عرف بانتماء كل عائلة ومولات هالدولة استدعى مندوبين عن كل عائلة تيحل المشاكل. ولما وصلوا المندوبين اتحمسوا العائلتين وقاموا بالبواريد على بعضهم البعض. ليك ما هو لقلك شغلة، يعني الألاية القطرانة والنفوس فيرة دوبان بعيد، والمندوبان مجتمعين بالقصر ليمونوا على العيل، والعيل مجمعين بالساحات وبالجليلة ليش ليموتوا نفوس بعضهم البعض بمطر رجيل. الحالة متوترة. ايه وقلوبنا متوترة. ومنحبك. ايه وليك طلعت منحب بلادني كمان. ايه والزلابي والمخلوطة وصلات القرص عني. إذا بتحبوني فعلا بترجعوا زليطون على تخشيبته. شو كيف بدنا نرجع؟ ولك ما المير أمر بالزينة وبمناسبة قدوم المندوبين. ايه ولقلك شو صار كمان. وأمر بإزالة كل ما يشرشح متعة عين المندوبين. أمر بإزالة كل ما يشرشح متعة عين المندوبين، وعين المندوبين عم بتراقب شو بعد في عمران تتشرشح. لك لا لا يا مهجي لا، ما تحكيش بحق سياسة المير يا عمي. ليك لو ما تكوني انت يعني محبوسي بقلبي، لكننا سرقناك وحبسناك بأبو المير. بس محبوسي بأبو قلوبنا. يعني هلأ انتو قلتوا انه وصول المندوبين كان زاد تحدي العيال لبعضها. ايه من كل باب. ايه وطالما هن المندوبين المشكلة. لك مع عيلتنا عيلة الدمرج متكلة على مندوب ولا مندوب ولا مصر. ايه وعيلتنا اللي هي عيلتنا نحن عيلة بفرقات متكلة على مندوب ولا عكة. وطالما عكة
ومصر عم يتقاتلوا على أرضنا وبعيالنا، شو رأيكم تعملوا مثل ما بقلكم؟ وشو بقى تطلع فيه؟ شو بدك تقليني؟ اسمع، ايه لازم تسمعوا منيح وتنتبهوا. اسمع، قعدتوا خلاص؟ ايه. اولا بترجع زيتون لتخشيبته. يه لك يا عمي كيف؟ ثانيا انت بترجع لعائلتك، وانت بترجع لعائلتك وبتقولوا لهم انه مندوب ويلي عكا وافق على مطالب عائلة الدمروج، ومندوب ويلي مصر وافق على مطالب عائلة بوفرقد. لك بس ويلي مصر مع عائلتنا، عائلة الدمروج. ايه ويلي عكي مع عائلتنا، ما احنا عائلة بوفرقد. وطالما في عائلتكن وعائلتكن ما في بلاد. يه لكن شوف ايه في؟ في مصر وعكا. ولو ودولتنا نحن مأمير عمان عدولة مأمورة بضعفة. ايه والله يا عمي مهجي حكيت نقطة مهمة. ليك شو بنعمل؟ لازم تعملوا مثل ما قلتلكن. ولك يا عمي إذا عرف المير. ولك شو إذا عرف؟ مزبوط بعلي لنا مجنة. ولك وبعدين إذا ما تعادلوا كفتين الميزان عكا ومصر بينهار حكم المير. ما البلاد منهارة وينهار حكم واثنين وثلاثة، ويبقى للبلاد شجاعتها بشجاعة شعبها. ايه يا مهجي بس في شغلة، يعني انت ما انتبهتنيش. ما الشعب يا مهجي، الشعب مقسوم عيلتان. الشعب منه مقسوم، مخدوع، ولما بيعرف حقيقة اللي قاسمينه بيتوحد. اسمعنا شو طالع بايدنا؟ ما نحن مأمير صغار. الصغار احيانا بيوحدوا اكتر من الكبار. الكبار مصالح كراسي والصغار مصالح هالشعب. ايه والله نقطة مهمة هذه. المهم انكم تعملوا مثل ما قلتلكن. بس نحن حالفين يمين ما منخون المير. اذا كان المير وحكمه لصالح هالشعب، يعني تصرفكن لحتى توحدوا هالشعب. يعني انا خايف. اللي بيخاف بيبقى حبه مثل البيضة الموضرة، وإذا كان حبكن لإلي مثل البيضة الموضرة أنا برفض. طب بديك مبسوط رح تطلعني القصة. أنا مهجي، مهجي أنا الحقيقة يعني عم بحكيكي مزبوط، أنا حبي إليك مثل بيضة الدجاج البلدي. وأنا مثل بيضة بصفارين. إذن نفذوا مثل ما بقلكن لأجل حبكن لإلي ولهالبلاد. إيه منيح، يعني هلأ صارت القصة يعني عصفوران بحجر واحد. ليك أول شي رجعوا زليتون لتخشيبته، وبعدين أنت بترجع لعائلتك وبتقله مثل ما قلتلك، وأنت بترجع للمير وبتقله مثل ما رح قلك، وبترجع بتروح لعند عائلتك وبقله مثل ما قلتيلي. وبحبكن. إيه ليك مهجي الحقيقة الواحد لما يطلع بهالوجه الحلو، طلع فيه هون مشان عارف احكي، لما يطلع بهالوجه الحلو الواحد بحس حاله بسان. ريحة رشوشاتها وشوشاتها قفطي فار احسن من ريحة اللحم المشوي. بعد ما قست نوبه ليك بس بدك تقولي يعني نحن بسينيت بيتوتيات. ما منسطي بس من نوي ومنتفرج. من امير وما بتسطو. لك لا صلح استيكم، صلح استيكم. ايه روحوا صلحوا هالحالة. والله يا مهجي بيظهر انه كل التصليحات عم تظهر من بيتك. من المداسات للسياسات. وهلا بعد ما اكلنا هنيئا وشربنا مريئا خلونا نبحث مشكلة البلاد. هي مشاكل بقى يا سعادة المير، مشاكل ايه؟ ده الغالي يرخص في سبيل استعادة السلام والطمأنينة لبلادكم. تسلم تسلم يا ابو بايع باشا، تسلم. خدمتكم من عيني. خدمتكم من بؤبؤ العين يا امير. جماعتنا ببلادكم مثل ما بتعرف بتأيد حكمة، ولو احنا داعمينك يا مين. تسلم.
إذن بطلب من أبو بيعة باشا وبترجاه يطلب من مواطنينا اللي بيدينوا بالولاء لحكم بلاده إنه يدينوا شوي لحكم بلاده. عفوا يمين، كيف مواطنينكم وكيف بيدينوا بالولاء لبلاد حضرة المدوب أبو بيعة؟ والله هيدا اللي صاير. الله، ده الانفتاح بقى يا أخوي. ومسابي إنه شعبنا منفتح وبلادنا مفتوحة والشبابيك مشرعة والهوى ينسم من كل ناحية. ده جبل لبنان يا أخي. يا سلام يا سلام على النسيم العليل. أيوة. بيصيف عنا مبدأ وبتشتي عنا عقيدة. بلاد صيف وإشتاء. ما تحمدوا ربكم على المناخ الجميل ده بقى. كتر خير ربنا، كتر خير ربنا على المناخ الكميل والوطن العليل. اهو كده. وبترجى سعادة مندوب والي عكا الأفخم زرزبان باشا يحكي لنا مع مواطنينا اللي بيدينوا بالولاء لوطنه حتى يتم الوفاء الوطني. عجيب غريب. شو هو العجيب الغريب يا حضرة زمول باشا؟ كيف مواطنين هالبلاد ومفروض ينحكموا من هالبلاد وانتو حاكمينه؟ جذور يا أخي، جذور بلادنا عم نتدي لهالبلاد. وبلادنا خصبة للجذور طبعا. جبل لبنان يا سلام، زراع العود اليابس بيفرخ. صح، وزراع سياسي بالسند بتفرخ عنا بجلال العلاية. يا سلام، نيالكم الله عطيكم أرض خصبة. عفوا سعادة المير، عن إذنك وعن إذن حضرات المندوبين المبجلين وبالحبق مرشوشين. أنا ما أمرتك يا أيق بحدا يفوت على الاجتماع. عفوا مولينا، لو ما كانش الأمر خطير هالتصرف ما كانش بيصير. شو الأمر الخطير؟ رجع مأمورك فوتيفار وحامل معه أخبار إلها من كيلو معيار. عم قول أنا عم يلعب بعب الفار. خلي يفوت. المأمور فوتيفار يتفضل. السلام على أكابر الدار وعلى سيدنا المير المكلل بالغار. شو في يا فوتيفار؟ يعني هالمرة مش نقطة من نقط، يعني انقلاب الشعب على بعض البعض شغلة ما بتصيرش، ما بتصدقش. كيف؟ وقف بسرعة. لقلك شوفي، عائلة الدمروج يلي كانت تأيد ولي مصر وناصب الأرمات على الكراكيس انقلبت وقاموا شاروا اليافطات وصاروا يأيدوا ولي عكي. معلوم، زادت شعبيتنا ببلادكم. بدي عبكرة ارتج الخطاب رحب فيه بانضمام عائلة الدمرج. إلا رو سيدنا المير، وعائلة مفرقة اللي هي عائلتي واللي كانت تأيد ولي عكي ومعلقة اليافطات على الحيطان انقلبت وشالت اليافطات وصارت تأيد ولي مصر. هو ده الحقيقة. أنصرنا في تزايد يا حضرات. أنا بقول حرتج الكلمة إن شاء الله صباحاً في العيال الجديدة المنضمة إلينا. فوتيفار سيدنا المير، قرب نتفيك أشوف. نحنا ما كان في حدا ضدنا وانقلب صار معنا؟ نحن يا سيدنا المير، نحن ما نفتش على حالي لحالي بنها الانقلابات. أنا مو عارف شي، جيت له رسول وفاء لقيت حايب الفايق مبصر بناه. عاجبكم هيك يا قرايبنا يا ولاد عائلتنا المصونة؟ هلأ شو صار كقربتنا؟ ما عرفت شو صار. شو بدو يعرفنا؟ ما انت فاتحة للعائلة بالسياسة وملي وظيفة العائلة بالسلطة. من زمان وجاي وعائلتنا ماشية على سياسة والي مصر ابراهيم باشا. شي معزو رافع راس العائلة. ولك ما عادش رافع راس العائلة، صار رافع مصالحه وموطي روس رجال عائلتنا. كيف شكل كمأمور العائلة؟ ولك ما سمعتش بالخبرية؟ قال بكرة بده يزور عائلة بفرقد ويخطب عليهم. ما بيصير. لك صار، روحوا على راس الشير واسمعوا اخطابوا بحرطهم. يا مصيبتك يا رواي ساعة هالنكسة. إذا كان الكلام مظبوط بكون إبراهيم باشا عملها فينا. يا رب تنجينا. حماري ما كنت بيعوا لسلفين، خفت يعذبوا، بعتوا الركز بأنقص بنص مجدية. إبراهيم باشا بيعنا أنقص من بيعة الحمار. فهلأ عرفتوا شو صار، فشو ينفوس عائلتنا الدبار؟ شو عم بصير بهالبلاد ماني عارف.
عم يصير وفاق. اي وفاق كصبية؟ ما عدت تعرفي مين ضد مين ومين مع مين؟ ما هيدا هو الوفاق. بتزلطت الزعامات من الناس العتيقة ولبست ناس جديد. اوعك تقول هالكلام كزليتون. ليش ما بدي اقول؟ هلا الزعامات بتلبس ناس وبتشلح ناس مثل المدسات اللي بتعملها للناس بتغلط. معلوم رجال هالعيلة بسمعهم عم بيقولوا كنا غلطانين بولادنا الفلان، ورجال هديك العيلة كنت اسمعهم كانوا يقولوا غلطانين بولادنا الفلان. اللي بيكتشف الغلط يا زليتون ولو كان الغلط وهم ما بتكون حقيقته حقيقة، بتكون وهم. كيف؟ بما انه ولاء هالناس كان اعمى وعاطفي اكتر ما هو منظوره واقعي، انهز هالولاء مع اول كذبة. هلأ كذبتي قلبت عيل من الزعامات للزعامات. المهم تقلب الولاء اللي جاي من برا لبرا حتى يبقى ولائنا الحقيقي، ولائنا لبلاد ما إلى غير دمنا وعرقنا. يا عمي كلامك مثل مسامير فهم عم تندق بعقلاتي. مسمير مسمير يا زليتون، كندرة بتحمي إجر حافي، وإذا ما كانت وحدة البلاد مبسمرة حدود البلاد بيبقى الوطن حافي. كلامك كنز، صار الواحد مسمر بحماس. صلح لستيكو صلح لستيكو. صلح صلح وعلي صوتك أكتر لأنه البلاد رح تتصلح وتتصالح. بأمرك ستيكو ستيكو. فبرك كنادر وبدسات لأجرين حافية خليها تعرف تمشي وتحمل بلادها على كتافها حتى ما تتجرح بصوين طرقات القاسية وخوف الأفاعي المخبية. كما رأيتم يا حضرات، بعد أن كانت عائلة أبو فركض ضدنا أصبحت معانا، وده يعني أنه البلاد كلها أصبحت معانا. ولكن عائلة أبو فركض لا تتركنا، وعائلة الدمرج التي كانت ضدنا أصبحت معنا بدليل الخطاب الذي ألقيته أمس على أفراد العائلة. الله، إيه الكلام الفارغ ده اللي بتقوله؟ جميع شعب هذه البلاد اتقلب وأصبح معانا. بل انقلب عليكم واصبح معنا. ايه الكلام ده الفارغ؟ ده مش منطقي. بلا منطقي. انا ايها المندوب بحتج على تصرفك. ابدا بحتج على تصرفك يا حضرات المندوب. كلام فارغ بقى ده. ايه يا اتركوا مجال لامير البلاد يحكي له. لكن انتوا مختلفين على شعبي وانا وحدي حاكم شعبي. شعبك معانا. لا معنا. يا بشوات يا بشوات، شعبي إلي، بلادي إلي، لا بدي أجرها ولا بدي عيرها. إزاي بقى؟ وأنصارنا نسيبهم لمين؟ نسيبهم للانتقام؟ نسيبهم عشان ينتقموا منهم جماعة ولي عكا؟ أو نترك جماعتنا حتى ينتقموا منهم أنصار ولي مصر؟ قولك يا جماعة، يا جماعة، يا جماعة، شعبي إلي عم بختلفين على شعبي مثل كأنه واحد عنده قميص وعم بيشلحوا اياها ليتقسموها. طيب والله ما احنا تاركين هنا طالما انه في شعبي هنا عاوزنا، ونحن لن نترك هذا الشعب طالما هذا الشعب يحتمي فينا. والله عجب عجبك. كل واحد كان عنده فئة صار كل واحد عنده فايلة. يا افراد عائلتي، حدث نقطة مهمة. كنا شارين ويلي عكا بولائني ليحميني، اتفاجأنا فجأة انه ويلي عكا بيعني بغشمنتني. انا قلت كيف بيروح مندوب ويلي عكا يخطب بعائلة الدمرج ويوعدهم بالحماية والمشاريع؟ لك يا ريتنا كنا متعلقين بطنبر بمرهاش ولا متعلقين بحماية ويلي عكي. وهلأ مين بده يحمينا إذا نحن طلعنا من ولاء ولي عكا؟ ولائنا لبلادني هو اللي بيحميني. ما حاكم بلادنا هو متكل على حماية الدول الكبيرة. لك أنت اسمعني نتفي. ايه؟ بولائنا لبلادني منعمل الحاكم الكبير كمأمور العائلة. هلا إذا صار ولي عكا مع عائلة الدمرج نحن لازم نصير مع حدا. لا يا أخي، ما حداش لحدي. كيف؟ لك يا أخي، كل شيء بهالدنيا فائله تمين، حمايتكم فائلها تمين، مزبوط؟ وشفتوا التمن كان انه بيعكم عند اول طلب بالجملة. فاذن
هن اخذوا منا ويلي عكا، نحن لازم ناخذ ويلي مصر منهم. لك على هالفلسفه، لك الدول الصغيره ما بتقدرش تاخذ، بتتاخذ بسهوله اذا ما كانتش موحده. طيب شو الحل؟ نتوحد. باطل هالكلام، باطل. حاجة تشبر، اسمعني نتفه. لك افضل ما ياخذونا الاجانب فتافت فتافات، هيك ناخذ بلادنا كامله. نتصالح مع عائلة الدمرج، مش احسن ما نتصالح مع تجار الشعوب؟ الحل يا رجال ونسوان من شايفين عائلتنا انه نتصالح مع عائلة بوفرقد. نتصالح هيك خبط لزق؟ لكم ابراهيم باشا خبطنا لزقه، خبطنا بيعه كمان. يعني منستسلم؟ لك نستسلم لشعبنا احسن ما نستسلم للغريب. ابا عن جد عائلتنا ضد عائلتهم، وابا عن جد ما كانش يطلع بايدنا نعمل بلاد مثل بلاد ولي مصر. لك هيك بتقول وانت موظف العائله بالسلطه؟ ولك عم قول هيك تيكون موظف عائلتكم بسلطه الها سلطه. يعني بدك نتصالح؟ وين كرامتنا؟ كرامتنا بالصلحه. قولتك كشمار؟ وزلنا بسلطه الغريب علينا. اذا هيك انا موافق. وانا موافق. بالماضي كنا نقول يعيش ابراهيم باشا او نسكر، صرنا لازم نقول يعيش المير ونوعى. يعيش المير، يعيش المير، يعيش المير، يعيش المير، يعيش المير. اسمحوا لي، بعد ما لمست تجاوب كافة شعبكم معانا، وبعد ما سمعت تهديدات زميلي مندوب والي عكا، اسمحوا لي ابلغكم بقى اني ساطلب الاسطول المصري للمجيء الى هنا لحماية هذه الديار. لا 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 لا، جبناك مصلح رح تصير محتل. واسمح لي يا حضرة المير واقولها عالية مدوية، بعدما سمعت تصريح زميلي الخطير مندوب الوالي ابراهيم باشا، اسمح لي يا حضرة المير بكل صراحة، عزمت على طلب 50,000 خيال من خيالتنا للمجيء إلى هذه الربوع وحماية مصالحنا ومصالح أنصرنا. لا الله ما الله علقة، ولك يا جماعة استدعيتكم حتى توحدوا هالأرض، الهيئة جايين تتحاربوا هالأرض. ما احنا قلنا كلامنا وخلاص بقى، ونحن قررنا. الله ما عاد عم بفهم شيء، مدري أنا غريب ببلادي، مدري قوتكن عضعف بلادي غربت بلادي. السلام على مساكب المنثور والأضاليا، وعلى المندوبين القضايا، وعلى المير عالم الخبايا. الله لا يعلمك شو فيه بالخبايا يا مسكين، شو فيه؟ قيد عسكرك التنح موجود وطالب يقابلك فورا لأمر خطير. شو هالأمر الخطير؟ عفوا سعادة المير، يعني بده يقابلك على انفراد صفو خطر. ما عاد في شي مفرد، ما عاد في شيء مفرد، المصايب عم تجينا بالجوز. تنين تنين يعني بلغوا يفوت هلا؟ اسمع، لنسأل حضرات المندوبين شو رأيكم؟ العفو يا جناب المير، ده قايد عسكرك واحنا مالنا بقى؟ ما في مالي شو ليه؟ عم تخجلنا يا مير. الهيئة ما عندهم اعتراض، خلي يفوت. قايد عسكر مولانا التنح باشا وقمح بديرنا، يتفضل. السلام المبجل والنسيم المنسم والتفخيم المفخم على جناب الحاضرين وبالمجد مزودين. شو الحكاية يا تنح؟ تنح بيدك رمح. بيدي رمح؟ وعشطوط بلادي اسطول وعسهول بلادي فرسان؟ الرمح قال. قمح بيدرنا وميرنا جاي بلغك امر سري. سري؟ ما عاد في اسرار. ولك وين بعد في اسرار؟ ما النمل عم ينقل اسرار مثل ما بينقل الحب على وكره. برجع بكمل بكرر مولانا انه الامر سري. سري؟ ولك احكيه، احكيه شو في ببطنك احسن ما يشقولك بطنك. سمعوا بالاسرار. فئتين الشعب اللي كانوا منقسمين على بعضهم التقوا فجأة وتصالحوا، ويافطات الزيني اللي كانت معلقة للترحيب بالمندوبين اتغيرت وصارت يافطات بتطالب بترحيل المندوبين فورا. ترحيل المندوبين فورا؟ اهدى! معقولة؟ يا ربي دخلك، يا ربي دخلك، عجيبة أو حزورة؟
لبلادنا. اتركونا اتركونا اتركونا. منطالب برحيل الاجانب فورا. من موت في دالمير. اتركوا لنا بلادنا. اتركونا اتركونا اتركونا. مهجي يا مهجي، امتى بدنا نتجوز؟ منتجوز وما منخلف. ايه عرايتك لشو كترة النسل؟ بس لا، ما اذا تجوزنا نحن يمكن نحسن النسل. منحسنه كتير، صار في وفاء وطني. ايه نقطة مهمة. يا ربي اذا تجوزنا شو بدك تفقسي؟ لك ضروري، صار في امان. هلا ودايما بتجوا وبتوقفوا وبتحكوا على الشباك، كوعوا على الباب. ايه نقطة مهمة، معك حق. صبحك بالخير. عن امر المير. اهلا اهلا. إيه. إيه. يعني لوان لوان مستأنسين. مالك؟ يعني انا قصدي مادام انت فاضي. لك صحيح، الا شو بتقعدي فاضي؟ تعال نتجوز بنخلف لنا شي وليد. بيطلع حر، البلاد رح تتحرر من الاجانب. بالحقيقه انا بشكركم لانكم نفذتوا كلامي. بس الاوضاع خطيره كتير. وجايين نودعي. ولشو جايين تودعوني؟ ما المندوبان بعدهم بالقصر عند المير، والشعب صاير عليهم وطالب حمايه ينقلونا من القصر. الحقيقه انا فخوره فيكم. ايه بس خايفين نحن المير يعدمني. ما تخافوا، ما انتوا خلصتوا المير قبل ما تخلصوا هالشعب من عدواته المزمنة. بالنتيجة المير هو حاكم هالشعب ومن هالشعب. ايه هادي نقطة مهمة ولازم المير يعرفها هادي ويسمعها. إيه؟ بس قالوا لنا هالمرة نصب لنا المشنة. ما تخافوا. مناش خايفين بس. الحقيقة يعني حلو كتير الواحد ينشنق كرماله. او كرمال بلاده. لوان ما بدي اقول لك شغلة. انا بحبك. وبحبك. لك ملا جوز. لا ايه ما نحن جوز واحد. اتجوزينا. ايه ما انتوا اثنين. ايه واذا اثنين نحن جوز واحد. أي يعني جوز. ايه ما انا ما بدي اتجوز، بدي جوز واحد. ايه انا وياه جوز واحد. ايه؟ لك ما اثنين جوز واحد. اوهو ما قلت لكم انا بدي جوز واحد وانتوا اثنين. ايه عاد جوز اثنين. عفيك. ما نحن جوز. ايه بس انا بدي جوز كندي. بدها جوز كندي من عند زليتون. بتعرفوا لما رجعتوا زليتون على التخشيبه شو رجعتوا؟ ايه رجعنا صناعي مداسات. لا رجعتوا مداسات تسخر وتوقف بوجه الزينات. شعبك يا مير استقبلنا بالزينات وبعدين رفع ضدنا اليافطات. امرته بالزينة يا باشا، والهيئة هو امرني بالاحتجاجات. شعب ما قالوا امان، كان معنا وصار ضدنا. الله، احنا مالنا بقى؟ احنا جينا هنا عشان نساعد يا زرزبان باشا. قليلي قليلي يتفق علينا. ده وفا، ده اخلاص. لا علمي جايين لتصالحوا. صالحتوا؟ الله اصطلح علينا. المهم تصالح بوجودكم. لا لا شعب منه مثقف. ايوه ما وصلش لحدود اللياقة واللطافة. شو بقدر قلكن؟ شعبي خلفكن ورجع شعبي وحدكن، بس شعبي له كتير عندكن خلافات. بحتج وبنصب. وانا كمان. بتأسف، اعذروني. فريق الفرسان برا يحمي انسحابكم. سبحان مغير الاحوال. ولك قول سبحان موحد الشعب. زليتون زليتون بهشت النفوس. وين عمك زليتون؟ كان معلق قارمة على الباب كاتب عليها تصليح بوطات. امبارح قلبها وكتب عليها تصليح سياسة البلاد. تصليح سياسة البلاد؟ ايه اجوا علي أربعة بالليل على وجبتين، رقعتوا قتلي أول وجبة ويمكن هلأ عم بيموت تحت الحيف. وما عرفوا مين ضربوا؟ بيقولوا ناس من هيديك العيلة. لا من هاي العيلة ولا من هيديك العيلة. شو عرفك؟ من العيلة اللي إلهم مصالح بهالعالم. وكيف حزرتي؟ ما هي الحزورة صارت مفسرة. بس عم زليتون رجال معطر
شو ذنبه؟ ما هن المعترين حطب يابس بيولعوا في النار. وصلت لي معلومات خطيرة عنكن. منعتذر. أزعجنا خاطرك. هيدا هو جوابكن؟ ووصلتك معلومات خطيرة عني؟ حالة البلاد كانت خطيرة. هل أنتوا حرضتوا الناس على المندوبين؟ إيه، نحن حرضنا الناس على المندوبين لأنه البلاد كانت للمندوبين، ونحن بدنا البلاد للحاكم، وبدنا الشعب للحاكم، وبدنا شعب للحاكم، وبدنا بكفي. بعمرك سيدني، خلص بكفي. بكفي ظل أجانب، بكفي خلافات، بكفي نعرات. شو قصتكم مثل شعر الردات؟ ايه سيدنا المير، بس مشان نرد عليك بجملة واحدة. جملة واحدة مولانا. شو هي الجملة؟ كان الشعب مش لبعضه، ما كانت البلاد إله، صار الشعب للبلاد وصارت البلاد إله.